ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to يعلم Institute. I'm teacher Nahid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحة. This is your plan إن شاء الله فرحة for this month. إن شاء الله we will continue our recitation. We study rules of تجويد. We study مد, two kinds of مد. مد واجب متصل and مد جائز منفصل. إن شاء الله we will continue kinds of مد and we will do rules of نون ساكنة and تنوين إن شاء الله. And continue our recitation from سورة الانفطار. Now, Farha, I will read Surah Al-Infitar. You can listen to me and try to repeat after me. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جزاكم الله خيرا فرحة. إن شاء الله we will apply our rule of تجويد next session إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.